هل حضرتك عارضة أزياء سابق سابقا ده فادك في التمثيل في حاجات ولا ما كتير؟ زي ايه مثلا؟ يعني هو ده المفروض حتى يدرسوه في المعهد، يعني ان هو دراسة اللون مع الشخصية، يعني زي ما قال الأستاذ محمد عوض انه انتفع من الفلسفة، انك بتشوفي كل شخصية تكوينتها الداخلية ايه وانفعالاتها ايه وليه بقت بيضة او بقت شريرة، فاهمة؟ فبالتالي برضو الشخصية اللي بتلبسيها دي ازاي مهم جدا جدا، اطار للشخصية، يعني شخصية متسامحة طيبة نقية بتنقلها الوان ناعمة، تنقلها الابيضات الباستيلات الناعمة، شخصية صفرة غيورة حقودة بتنقلها الوان تناسبها، شخصية دموية شريرة لها انياب وبتنهش في الناس اكيد هتنقلها الوانها، شخصية سودة قاتمة بتنقلها الوانها، بالاضافة انك انت بتروحي بتشوفي الاطار اللي انت بتتحركي فيه، الخلفية بتاعتك اذا كان يتناسب معاك ولا لا، لان العين لما بتتعب الودن ما بتسمعش. طبعا صح، اذا العين تعبت من المشهد بالستارة مشجرة والممثل مشجر والكنبة مشجرة صعب قوي. صعب صعب قوي قوي. ده من ناحية الشكل، لكن قصدي يعني في اللياقة في الحركة في الخطوات في المزمسين. ما هو ده مهم قوي، ده جزء من 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 نجاحك كشكل. بالتأكيد طبعا بتعرفي تقفي ازاي قدام الكاميرا، بتعرفي اذا دخلنا بقى في حتة العارضة. العارضة العارضة دي ما هياش مجرد شماعة متحركة قدام جمهور، لا دي بيسموها المانس كوين او كل ما يمكن ان يحلم به الرجل في المرأة، مش بس في الزي، لا في المضمون كمان، يعني مش ممكن الاقي عارضة على المسرح وشيء جميل جدا ماشي وفجأة لما تنزل على مستوى البشر تبقى واحدة ست بتقهقه وبتقول كفك وبتقول نكت معرفش ازاي وتتكلم بطريقة سوقية، لا لا لا. وصوت العارضة لو نطقت لازم صوتها يكون مدروس، لازم يوصل لك، لازم تسمعيها كويس، اذا سمعتيها اذا ودنك ارتاحت هتسمعيها كويس قوي قوي، إذا اتكلمت ما تشوش كتير بإيديها، ما تبقاش سوقية في ألفاظها، ده إذا نطقت مفروض. طب دلوقتي بقى أنت لو جالك دور بقى سوريا بدون قطع الحتة دي يعني. عملته لأن أنا بقول لك أنت، أنا ابتديت لا بس في أعماقها ممثلة أساسا، ابتديت ممثلة أساسا ما فضلتش طول عمري، يعني في عارضة اللي هي الفنانة ليلى شعير ابتدت عارضة وبعدين ممثلة، فضلت عارضة فضلت عارضة، زي في ممثلات في أوروبا زي كانديس بيرجن، كانديس بيرجن فضلت برضو ما تعملش غير الأدوار الأنيقة، لكن لو أنت ابتديتي ممثلة بتقدري قماشتك تبقى أعرض كتير قوي يعني. ف وساعات برضو بنبقى إيه، لما يبقى في ود بيني وبينك ود بيني وبين وجدي وأستاذ محمد وأستاذ أحمد في مشهد بنقدر نقول يا جماعة نلبس حاجات ما تبقاش متنافرة، نلبس حاجات ايوه، وبيسال الفنان زميله دلوقتي انت لابس ايه في المشهد ده؟ ايه في ده عشان نقدر نبقى العين مرتاحه للكلام وهكذا. بالمناسبه اول ما دخلت قالت لي انت عندك طلت بقع هنا. انا لقيت قميص الاستاذ احمد، بص ثلاث بقع متتابعين هم في القماش، وحاطين له بقعه فوق بتاعه الميكروفون اهي بقعه كبيره. فانا قلت له احمد قميصك فيه ثلاث بقع، قال لا ده هم الرسمه كده. هو اصل اتطرح كمان ان انا استاذ احمد وانا مواليد برج العذراء اللي عينهم بطول غلط، وانت خلاص اتفقنا انت كام؟ انا اغسطس اخر اغسطس. انت قارف برج تاني، احنا بقى سبعه وسته، سبعه تسعه وسته تسعه، ايه كارف دي؟ يعني واخد واخد من برج تاني اسد، قبليه اسد بكتير، واخد اسد بسبعه تسعه، وقرتك وقرتك قرت اسد صيانة ومظهرك قوي لكن جواك طيب وجميل عذراء بس. فاحنا عشان عيننا بتلقط الغلط قبل الصح فانا تصورت ان هو غلط. استاذنا الكبير كنت هتقول حاجه؟ لا خلاص انا كده. انا عايز اسال استاذنا الكبير استاذ محمد عوض، لان احنا سيبناه كتير قوي وقعدنا انا بس مستمتع. مش كده؟ انا مستمتع. حضرتك طبعا في الستينات واوائل السبعينات عملت بطولات مسرحيات كتيره قوي مع نجوم كبار في وقتكم، يعني اشتغلت مع الاستاذ مدبولي، اشتغلت مع الاستاذ هنيدي، اشتغلت مع فؤاد، مع الاستاذ فؤاد، مع الاستاذ رضا،
في مسرحيات كان ممكن تجمع ثلاثة أو كلكم مع بعض، اثنين ثلاثة أربعة، ليه هذه السمة ما عادتش موجودة دلوقتي؟ ليه النهاردة ما بقتش غير مسرحية النجم الواحد؟ يعني النجم الواحد معاه نجوم تانيين، بس مش كوميديانات، يعني معاه نجوم زي أستاذنا عادل إمام مثلا، مع الأستاذ رجاء نجوم لكنهم مش نجوم كوميديا بيتقال عليهم نجوم كوميديا. هو يا وجدي اللي بيحدد القصة دي النص. النص لو كان يجمع إمكانياته ومشته تسمح بإن احنا نبقى ثلاثة نجوم أهلا وسهلا، بيبقى جميل، بتبقى سفرة حلوة، يعني بيبقى مش صنف واحد بس، لا أصناف كتيرة موجودة على السفرة. فالنص هو اللي بيقول، لكن لو النص له بطل وبطلة بس وبعدين أدوار مساعدة أو أدوار تانية، في نصوص بتبقى كده مصرية ونصوص عالمية ونصوص في أوروبا إن بيبقى المسرحية عاملة كده، لها بطل وبطلة وأدوار تانية وأدوار تالتة وأدوار تاسعة، بس لا يقلوا في الأهمية برضو، لا يقلوا في الأهمية طبعا. وحتى ده موجود في المسرح النجم الواحد، الأدوار الموجودة إطار بيتحرك هو من خلاله، فإذا هو مهم الإطار ده. لا يعني أصدقوا لي يا مدام رجاء اللي بيكتب لبطل آخر حاجة آخر حاجة أو بدايات النجوم الكبار اللي موجودين دلوقتي كانت مدرسة المشاغبين. بعد مدرسة المشاغبين يعني أيام الأستاذ عوض كان في أصل وصورة، كان في مثلا صحيح نمرة اتنين يكسب مطرب العواطف، كانت بطولة مطلقة للأستاذ عوض، لكن برضو كان معاه نجوم. مدرسة المشاغبين كان اللي موجودين فيها الأستاذ عادل إمام، الأستاذ سعيد صالح، يونس شلبي، هادي الجيار، أحمد زكي، سعيد صالح. هل من الممكن سهير البابلي؟ احنا بنتكلم على الشباب، على الرجال، على الشباب. هل من الممكن انك توفقي ثلاثة من دول تجمعيهم في عمل واحد؟ ما هو بقى شفت النص، في نص، النص لو في نص اكيد هيشتركوا. طبعا طبعا انا شخصيا بس دلوقتي لا معلش سيبك، لا مش هيعملوا مشاغبين، لا لكن لا نص يستحق. هل النص لو موجود لعادل وسعيد ويونس مسرح هيقدموا للجمهور؟ ده يبقى شيء جميل لو كتب. نص حلو. هل هم اللي يعني هتخوفوا ولا المنتج اللي هيعمل العمل ده هيقول الكم كبير قوي عليا؟ المنتج ده لو عمل ده هيبقى شيء جميل، بس المهم انه يلاقي الاول الورق اللي يجمع بيه الثلاثه او الاربعه دول، اللي هو النص. اذا كان النص يسمح انا شخصيا اول واحد ابقى سعيد بهذا، ان احنا نتجمع ونبقى ثلاثه نبقى اربعه نبقى زي ما الورق بيقول. يعني ده انت نقيت مجموعه، يعني نقيت جيل بيقدر يتعاون مع بعض. انت النهارده في الشباب مشكلتهم يقول لك اسمي هتحط في الاول. ده انت الناس دي لو لقت نص جيد يجمعهم هيرحبوا بيه جدا. وكلهم معروفين، احنا ما عندناش افيش، احنا فيش اسماء. يعني النهارده ما عندناش اسماء، الزعيم وبس. لكن تبص لقي شباب صغير قوي النهارده طالع يقول لك اسمي هيتحط في الاول. طب ما تستنى استنى شويه،